سلام صحباتي لاباس، كي دايرين؟ لاباس عليكم، واش اخباركم؟ توحشتكم بزاف بزاف. وكما شفتوا في العنوان، جبت لكم اكثر فيديو كيعجبكم في القناه هو الفيديو ديال شين. اليوم غنشارك معكم اكثر حاجه سولتوني عليها، هما بوركينيس البنات. عرفتوا في الانستغرام ديما كتسولوني واش غادي تجيبي البوركينيس، واش غتاخذيه من شين، ولا كانت شي حاجه وريني عافاك. لهذا درت هذا الفيديو هذا خصيصا البوركينيس اللي غتلبسوا لبوتات عمر، غتمشيو لا بيسين ولا البحر. وكذلك جبت لكم تنسيقات اللي يصلحوا لكم البنات للبحر ولا لابيسين، اللي ديروا غير بيكنيك وليداتكم يمشيو يعوموا، لانه غالبيه الناس كيبغيو يمشيو مثلا لابيسين يدوزو نهار، مي ما كيعوموش، كيبغيو يمشيو كيلبسوا لبسهم عادي، وليداتهم هما اللي كيعوموا. اللي جبت لكم شي لبسات هكا انيقين زوينين خفافين يصلحوا الخرجات ديال البحر ولا ديال لابيسين كما قلت لكم، يعني كسيوات هكا وين تنسيقات زوينين كنتمنى يعجبوكم. يعني درت لكم داكشي مخلط، الناس كيمشيو فاكاسيونيس ضروري ما كيخرجوا يتعشاو هكا حدا البحر ولا يشربوا قهوه ولا شي حاجه، لهذا قلت علاش لا ندير لكم بوركينيس وكسيوات ولا تنسيقات لهذا الصيف ان شاء الله. كنتمنى يا ربي يعجبوكم الاختيارات ديالي هذه المره. الا عجبكم ما تنساوش تخليوا لي تعليقكم الزوينين، صراحه كيفرحوني وكيخليوني انني نتحمس اكثر ندير لكم بحال هذا الفيديو. وغادي نخلي لكم جميع المعلومات كيف ديما الكود برومو ديال 15% والروابط ديال هادشي كلشي اللي غادي نوريكم. ودابا سي غادي نوريكم شنو اختاريت هذه المره. نبدا البنات بالبوركينيس هما الاولين. خديت هذا البوركيني هذا مارون اللي صراحه ديما كنشوفوه بشين، يعني وكتبان زعما الجوده. الحاجه اللي كشين كتشوفوها كتسالي وكيعاودوا يجيبوها وديما كاينه، كانت العام اللي فات وكنعرفوا بانه عليها الطلب، لهذا هذا من العام اللي فات كان كيبان ليا الى زعما الا كان هو النيت. المهم اللون ديالو كما كتشوفوا جا واحد المارون على نيود مغلوق، شفتوا؟ انا خديت فيها البنات الطايا اكس ال، كنتمنى يا ربي يجيني شويه فضفاض لانهم كيعجبوني الصراحه، يجوني مزيرين بزاف. البوني اللي كيجي بحال هكا كيبان زوين صراحه الله، انا ما كيعجبني الصراحه ندير البوني، يعني الا درتو غندير خصني ندير فوق منه الزيف. كيجي بحال هكا البنات طالع من العنق صراحه، هذه واحد الحاجه زوينه. كيجيو فيها الفريفرات من هنايا شفتوا، المهم كاليدا ديالو واعره واعره واعره. ومن هنا كيجي فيه السنسله، لحقاش كيتلبس بحال مايو بلا ما نوريه لكم من التحت راكم عارفين، وكيتلبس معاه السروال. عاد كديروا الفالده، انا كيحسب لي هاد الفالده هادي لاصقه فيني، زيدت نقول شنو هادشي ما عرفتش. المهم كتجي فيه الفالده والحزام ديالها باش تعرفوا، يعني هادي كتلبسوها من الفوق ملي كتلبسوا البوركيني كتلبسوها من الفوق زعما باش تستر. المهم ديك الساعه انا غنشوف الا ما جاش معيق غنوري لكم شويه، الا جاني معيق في الباس غادي نخلي لكم التصويره ديال الموديل وكيفاش كيجي ملبوس. والحاجه البنات اللي خديت قلت غادي تنفعكم زعما كفكره ليا وليكم زعما، هي هذه جات بحال كيمونو ما عرفتش يعني واش كيما هي في التصويره. المهم الفكره منها كتكونوا غاديين من الدار للطوموبيل ولا من البحر للطوموبيل، يعني تلبسوا هذا من الفوق. انا عجبتني الفكره بالنسبه لي انا، كيجي بحال كيمونو وفهمتوا يعني كيجي مستور زوين. انا غنقيسو نيت مع هذا البوركيني اللي وريتكم دابا وتشوفوه كيفاش كيجي، يعني كيجي مستور صراحه الله وزوين وبارد هذا الكيمونو هذا، وخديتو بهذا اللوين هذا انا كنحسب لك حاجه يعني بحال بلو ماري دابا. المهم خديتو بهذا اللون باش يجي مع البوركينيس كاملين اللي خديت اللي غنوريكم دابا. وفي هذا البنات كانت طاية اونيكا. البوركين الاخر اللي خديت هو هذا البنات، خديتو باللون بلو ماري ولا ازرق مغلوق، كيجي فيه الكابوتشا بحال هكا، كيجي بحال هكا كاليدا حتى هو باينه من طاقته زوينه. هذا طويل على الاخر، هذا نقدر نوريه لكم. وكيجيو فيه هاد العيبات من هنايا بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يزيدوا زيره ولا يزيدوا الخفو. المهم كل واحد داكشي اللي كيما كيلبسوا، صراحه زوين هذا كيما قلت لكم طويل على الاخر زوين. وكيجي معاه السروال ديالو هذا البنات، راه خديت فيه الطايه 0 اكس ال، يعني هذا خديته من طايات الكبار. هانتوما السروال ديالو كيجي هكا. البوركين الاخر هو هذا، هو هذا البنات كيجي بحال هكا حتى هو العنق ديالو هكا، صراحه كيعجبوني اللي كيكون العنق ديالهم بحال هكا، كيجيو فيه لوينات بحال هكا شويه نيون. هاد الغوص هو هذا طويل حتى هو عجبني الطول ديالو، هذا يا اكس ال. والسروال ديالو كيجي كحال سامبل صراحه، السروال ديالو تقدروا تلبسوا يعني تنسقوه مع بوركينيس وحدين اخرين. من ناحيه الجوده بان لي الجوده ديالو زوينه، هانتوما الخياطه ديالهم صراحه زوينه كتبان متقونه، يعني شي حاجه زعما باينه من الجوده ديال الخياطه وداكشي، شي حاجه كاليتي مزيانه ماشي شي حاجه تلبسوها وصافي وجوج مرات وترميوها. البوركين الاخر البنات هو هذا، هذا البنات غادي تكونوا شفتوه لانه هذا خداوه بزاف البنات. المهم كيجي السروال ديالو اللي هو سامبل كحل، هذا محال شغي يجي ديال البنات من نشوفه ما عرفش قدر يجيني شويه صغير. المهم هذا خديت فيه الاكس ال، كيجي معاه هذا هاد البارتي هادي حتى هي غنوري لكم من هنا الفوق. كما قلت لكم هادو كيتلبسوا مع السروال، كيجي بحال شكل ديال مايو وكيتلبس مع السروال عاد باش كديروا فوقهم الفالده. المهم كيجي بحال هكا شوفوا الكتاف ديالو، العنق ديالو طالع زوين. بالنسبه للبنات اللي كيبغوا هكا بوركينيس موديل
ليه بنات هكا اللي كيكون عندهم 13 14 عام كيبغيو يلبسوا هكا شي حاجه مع صحابهم، ما كيبغيوش يلبسوا مايو ولا بيكيني، وكيبغيو يلبسوا يعني بوركيني محترم، ولكن بغاو شي حاجه اللي تكون هكا مستيليه. هادو زوينين صافي، بوركينيس اللي عند شاين. المهم ها نتوما شوفوا الفالده قداش كتجي بحال هكا، وكبيره صراحه لو طويله يعني تقدروا ديروها منخوفه عليكم باش ما تبانش هكا زعما الفورما وداكشي. زوين صراحه الله، والجوده ديالو غزاله. ها نتوما هذا ماشي بحال الاخر اللي كوريتكم واحد المره، هذا ما جاش مشبك، جاتو بعيني بحال ديال بوركيني. غادي تلبنا ثاني بوركيني بالخزي، اللي هو هذا تيجي هو يعني كولور سامبل سروال سامبل. هذا البنات خديت فيه ما عرفتش، انا عقلت اني خديت فيه وحدين جوج اكسل ومع 3 اكسل، وكلهم دابا بانوا ليا 0 اكسل و اكسل. المهم انا خديت فيه هو 0 اكسل، سروال عادي سامبل بحال الزرق اللي وريتكم قبل، شفتو هانتوما حتى هو نفس الشيء نفسه. ايوا خديت لون واحد اخر، كيجي مع هاد اللعيبات هنايا كما قلت لكم، بغيتي الزيرو ولا بغيتي ترخفو كيجي معاه القبيب، ها هو صافي كيجي حتى هو طالع من العنق صراحه شحال ليه مزيانه. واللي عجبني في هادو انهم طوالين. دابا نوريكم اشنو خديت البنيتات. خديت هذه اللايال اللي صراحه الله تفاجات فاش شفت الموتيله، لان ما كنتش نعرف واش كتجي مع الموتيله. المهم كتجي مع الموتيله ديالها بحال هكا، المهم عرفت كيفاش الناس داروها. المهم الموتيله ديالها كتجي صراحه زوينه، ما تنساليو من البحر جمعوها فيها، ولا مكون غادي للبحر ديروها فيها مثلا تعطوها نيت البنيته تيهزوها يهزو داكشي ديالهم يتعلموا المسؤوليه. المهم هذه فوطه صراحه انا كنسحب شويه صغيره لان خديتها لايال، ساعه جاتني شويه كبيره يمكن نخليها لدانيا. ها نتوما كبيره، وشوفوا البنات شحال كيوت، وما كانش صراحه الثمن ديالها غالي. شوفوا جات اونيكورنيو، بالنسبه للبنيتات اللي كيعجبهم الاونيكورنيو الجوده ديالها زوينه غليظه البنات. وكيجيو فيهم البنات البطونيس هنايا ديت واحد الحاجه ما رديتش ليها البال صراحه، واحد الحاجه اللي هي مزيانه اللي كي بحال طرطاقات بحال هكا صراحه زوينه. هاد الفوطه وكما قلت لكم كان الثمن ديالها زوين. قلت ليها هاد الكونفونتو هذا ديال السباحه اللي كيجي هذا مايو كيجي من هنا بحال هكا، كيجي معاه الشورت كما قلت لكم عجبوني هادو اللي فيهم الشورت بحال هكا، نتعوم بالشورت بحال هكا اما كانوا مثلا بلاصه مخلطه وهادي تلبس الشورت، ولا كانت شي بلاصه فيها غير بنيته وداكشي ماشي مشكل، ولا من تكوني غاديه كما قلنا من هنا للبحر ولا هذا الشوارد يعني كيجي صراحه زوين مع هاد الكونفونتو هذا. ها نتوما يجي بحال هكا، المهم نخليكم التصوير هنايا. بالنسبه لبنتي البنات خديت لها 8 سنين، انا بنتي بنت غتكمل 8 سنين في شهر 8، لهذا خديت لها 8 سنين وكنظن غادي يجي هو هذاك. وخديت لها معاها هاد السنيدله هادي اللي كنت خديت لها العام اللي فات، لكن عقلت وحده وجات شويه صغيره مع هذيك لبستها واحد شويه في داك الصيف اللي فات، مي هذه خديتها لهاد المره جات هي هذيك يعني جات شويه كاع وافيه، مي زعما مريحه في الرجل صراحة زوين. عندما تصنيد لها البنات لهذا الصيف هذا ربشي من البحر ولا بيسين يعقد ربشهم ساعه هكا في الخريجات خفافين. هانتوما شوفوا شحال زوينين البنات، خديت لها هكا بهاد اللوينات باش تجي هنيت مع هاد سميتو اللي خديت ليها. هانتوما كيفاش دايره من تحت صراحه زوينه، شوفوا الفورما ديال سميتو كي دايره. ولاين خديت لها ديك السيوه هادي، شوفوا شحال زوينه البنات، الكاليدات ديالها والجودة ديالها، دايره بحال الشكل ديال المحلات ديال الموضة اللي كنعرفو. صراحة الله الجودة ديالها واعرة، يعني كما قلت لكم بحال ديال المحلات اللي كنمشيو نشريو الكسيوات كيكونو هكا شوية غاليين بحال داك الشكل. لين خديت لها البنات ديال 18 شهر 24 شهر، وكنظن كنظن غتجي شوية كبيرة، كنظن يعني كنظن حتى تولي عندها نيت كمل عامين عاد باش تجي قدها، مي صراحه الجوده ديالها واعره، كنصحكم بلا تاخذوا بنياتكم. وبالنسبه للبنات اللي ما عندكمش بزاف لي سباسيو في الدار وكتبغوا بحال هاد الحاجات ولكن ما كتلقاوش فين تحطوهم بحال النيبيره وداك الشيء اللي كنديو معنا للبحر، شوفوا البنات هادي عند النيبيره هادي شحال زوينه يعني بليغابلي كتجمعها نتوما وتفتح بحال هكا وديروا فيها داك الشيء اللي بغيتو. هادي خديتها البنات لما نمشيو لا بيسين ولا بيكنيك ولا يعني تقدر تنفعكم لكل شيء كما قلنا البحر، وتهز كتهز بزاف ديال الحاجات يعني بحال نبيلات اللي كنجيو معنا للبحر. شوفوا زوينه زوينه صراحه الله، خصوصا هكا البيكنيك شوف يعني شي حاجه كوموده ملي كتجمع كتجمع بحال هكا. صراحه البنات كنت متشوقه توصل لاني كنبغي ندير البيكنيك مره مره انا وبنياتي، كنشوف الجريده هكا كنريحو ونديرو بيكنيك، لهذا كنت متشوقه توصلني باش نبقى ندير فيها الحاجات وناخذها معايا يعني خفيفه ظريفه صراحه الله،
احسن مني بيره وداكشي. دابا سي غنوريكم التنسيقات اللي قلت لكم، ولكن قبل بغيت نوريكم واحد الحاجات، جوج حاجات خديتهم قلت زعما هادو باش ينفعوني كباصي في اللباس يعني في هذا الصيف، خصوصا يعني كنقول بسوكسيوات وداكشي بحال دابا هاد السريولات هكا بيضين ولا بالكحل. المهم هاد ليغين صدق ليا واعر البنات، واعر واعر واعر. شوفوا البنات المهم هو ليغينز يعني كاي ليغينز، ولكن التوب ديالو راه واعر البنات، راه قطن يعني. ملي وصلني وقستو داكشي مش كنقلب في الكومبوزيسيون لقيت انه فيه يمكن كدا 90 ديال القطن. ها نتوما شوفوا عرفتوا، راه باقا ناخذ ان شاء الله بالكحل. الجوده ديالو واعره، لبستو نيت البارح مع الكسوه الاخرى اللي غنوريكم. المهم واعر واعر البنات، ها نتوما شوفوا. المهم التوب ديالو عرفتوا رطب رطب، ما عرفتش يبان لكم في سميتو الاستيك. حاجه روعه البنات اللي غايجيكم على الكسيوات، خصوصا الكسيوات اغلبيه كما كتلاحظوا ملي كيكون فيهم في اللوينات ما كيكونش داك الابيض بزاف، كيكون بحال بلونكاسي، وهذا نيت جا داك الابيض اللي مايل للبلونكاسي يعني كيجي تا مع الكسيوات، لهذا اختاريت هذا اللوين. وصراحه هذا غينفعكم زعما مع الكساوي في هذا الصيف. هذا بالنسبه للكساوي كيجي شويه هكا قصار، ولا كنبقاو نتمشاو كيكونوا قصار كيبان شي لون ماشي هو، والله ما يبان شي لون خصها الابيض ولا الكحل. وانا البنات هذا راه خديت سطايا اكس ال وجاني هو هذا. الاخرى اللي خديت قلت باش نقلب ستاي تحت الكساوي اللي كيكونوا مثلا ترانسبارينتي ولا هذا، هاد الكسوه هذه مي صدقات ليا سخونه 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 البنات، ما نقدرش نلبسها دابا يعني. التوب ديالها حتى هي بحال كيشبه، جاني التوب ديالها كيشبه الليغينز. المهم هي من برا هذه بحال هكا بحال مقطنه، مي من هنا يعني كنظن غادي ما غاديش تكون سخونه برونوس، جاني التوب ديالها غليظ شويه على انك تلبسيها تحت الكسوه. المهم كتجي بحال هكا، المهم كتجي هي لاصقه زعما كما قلت لكم، انا خديتها باش نلبسها تحت الكساوي اللي كيكونوا كيبينوا. هي التوب زوين بالنسبه لها تلبسيها بوحدها ولا غتلبسيها مع العبايه، اما باش تلبسيها تحت الكسوه داكشي كنظن غادي تكون سخونه، مي كجوده واعره واعره بزاف. وخديت فيها البنات الطياء اللي بالنسبه للكساوي البنات، اول كسوه غنوري لكم هي هذه، ولا اول تنسيق غنوري لكم هو هذا. شوفوا البنات كسوه كتحمق عرفتوا، زوينه بزاف فيها بزاف ديال الالوان. انا كما قلت لكم ما كنزعمش بزاف على الالوان، لهذا الا كانت الكسوه فيها الوان بزاف يعني صافي ما كنزيدش الوان بزاف في اللباس ديالي. انا درت هذا الشهر معاها بحال هذا اللوين، هذا جا بحال كنقول لك تيقول ليه الزيتي، كان كيقول ليه الخزي، كل واحد كيقول ليه. المهم شويه غامق واخا ما كيبانش بزاف في الكسوه، مي انا جاني كاين واحد الكونتراستي عجبني صراحه الله كيفاش جا. وغنوريكم غنلبس معها انا صنداله كحله اللي حتى هي اللي جاتني من جين. بالنسبه للطاي ديال هذه غنخليها لكم هنايا معنا لابسه دابا ما نقدرش نشوفها، معنا نخليها لكم هنايا مكتوبه، وغنخليكم فيديو تشوفوها كيفاش جا من الوسط التنسيق كامل. الصنداله اللي خديت باش نلبسها نيت معاها هي هذه، غنوريكم هذه ولا حتى الاخرى اللي غنوريكم مع التنسيق الاخر يعني نقدر نلبسهم بجوج. المهم كما تعرفوا راه كيجي كلشي اونبالي مزيان. هذه البنات كما كتشوفوا فيها واحد البريو لي ملي كيضرب في هادو داكشي كيبان بحال كيميل شويه الاخضر، معرفتش غيبان ليكم. المهم غزاله هاد الصنداله كتجي شويه يعني فيها شويه البلاتفورما. انا خديتها البنات في هادي الطاي 41، جاتني هي هاديك تقريبا، جاتني بحال شويه هاد مع دابا كون كان زعما هذا قد هذا كانت تجيني هي هذيك، مي هذا جاني شويه صغير، لهذا حسيت به شويه هذا ديالها صغير شويه بحال نقولوا خاص واحد 0.5 سنتيم. مي صراحه الله واعره عجبتني صنيدله كتحمق، غتكون شفتو التنسيق صراحه كتجي غزاله. الحاجه الاخرى اللي خديتها البنات هو هذا الكونخونتو هذا، ولا هذا لونسومبل هذا اللي جاب الفوشيا. ها نتوما شوفوا كيفاش يجي، المهم توب صيفي كيجي كله هكا، وانا قيسو كنظل جاني شويه مزير، كيجي هذا بحال هكا وكتجي القميجه. هذا حتى هو قلت نلبسو نيت مع ديك الصنداله الكحله، مع شفت الناس دايرين التنسيق بهذا اللون بالكحل عجبني بزاف صراحه الله. والقميجه كتجي بحال هكا، نيت غنلبسو البنات مع الصنداله اللي وريتكم كحله. هانتوما انا نقيسو نوريه لكم فكره البنات بهذا الكونخونتو هذا، كنت غنلبسو مع شي تريكو يعني كحل ونديرو هكا وسط السروال يعني مع القميجه غتجي هكا شويه مغطيه وصنيدله كحله. مي نقيسو صراحه السروال جاني شويه مزير، والقميجه جات شويه قصيره ما جاتش طويله كما انا توقعتها، لهذا غنلبس شي تريكو هكا ديال القطن ولا شي حاجه هكا تكون شويه طويله، وغنوريكم كيفاش جا التنسيق. صراحه الله يعني هذا الفوشي هذا مع الكحل مع كلشي بالكحل، وصراحه البنات الفوشيه كيجي مع الكحل كيحمق. ما نخليكم الفيديو هنايا، وكما قلت لكم بالنسبه للبنات اللي ما غايجيكمش يعني مزير الكونخونتو تقدروا ديروا يعني ما تخليو تريكم مطلق ديروه هكا وسط السروال غايجي صراحه شيك كثر. خديت طايه اكس ال اللي هي 44، باش نخديت اللاين تنقول شنو هي الحاجه اللي خديت اللاين ما وريتهاش لكم، هي هاد الحاجه هاد الحلاوه هادي. شوفوا البنات عرفت انا لبستها لها داكشي علاش نسيتها. المهم هاد الصنيديله شوفوا البنات شحال كتحمق، خديت ليها طايه نيت اللي كتلبس 22 جات هي هذيك نيشان. شوفوا البنات شحال كيوت لعندكم بنيتات صغار، شوفوا كتجي تلبس كاسنيدالو ولكن هي كلبسها بحال هكا لانكم عارفين باقا صغيره. المهم شوفوا الحلاوه صراحه كتحمق هاد السنيديله. والكسوه الاخرى البنات اللي خديت هي هذه اللي كيجي فيها الكحل وكيجي فيها البيض بلونك اللي مايل بلونكاسي، راح حطيت لكم التصويره في الانستغرام. هانتوما كيجيو الكمام ديالها بحال هكا، وكيجي الحزام ديالها البنات لاصق
صراحه واعره البنات هذيك سوا انيقه في اللبس. قلت البنات مع هذا الصنيدله غنوريكم صراحه الله اللوك كيجي انيق 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 بزاف البنات، يعني بشي حاجه بسيطه غير بالكسوه بس، واللوك البنات كيجي انيق بزاف غير بهذه الكسوه هذه مع هذا الصنيدله صراحه كيجي لوك زوين البنات. شوفوا الصنداله كتجي بحال الشكل ديال فالنتينو وريكم ها نتوما لبستها البارح عرفتوا البنات كتحمق. شوفوا اللوين وفيها الوان ان شاء الله المره الجايه ناخذ المارون. المهم الجوده ديالها زوينه وفي الرجل كتجي كتحمق ما نعاودش لكم. شوفوا من هنا الى ديطاي ديالها شي حاجه توب صراحه. حتى الطاكون ديالها يعني صغيور مريحه وفي اللبسه كتجي انيقه انيقه بزاف البنات. البنات اللي ما كيعجبكمش الطاكون، البنات اللي ما كيعجبكمش الطاكون هذا واحد الحل زوين، صنيدله انيقه زوينه وفيها الطاكون يعني على قدو. واخر حاجه اللي خديت من الكسيوات هي هذه. البنات شوفوا الديتايز ديالها كيجيو كتيفات بحال هكا صراحه كتجي انيقه. شوفوا صديفه كتجي بحال هكا كتجي بحال مشدوده من هنايا وكتجي طويله وملبسه تقريبا حتى لتحت تقريبا حتى لحد فين كاينه الخياطه ديال هاد الفريفيله من هنايا حتى تماك شفتوا. المهم كتجي واعره في لبسه انيقه الصراحه راه نخليكم تشوفوا والوينات ديالها زوينين. انتما البنات هذه تصلح حتى هكا شي مناسبه ولا كتبغي تكوني انيقه ولكن في السوق ما تبغيش تمشي اوفر بويس هذه تصلح لك. هذه خديت فيها البنات الطايا اكس ال وكنراجيني هي هذيك. المهم انا قيسها ونخليكم تشوفوا الفيديو حتى هي غتجي مع ديك الصنيدله نيود. ما عرفتش قلت لكم الصنداله البنات اللي وريتكم قبل خديت فيها الطايا 41 انا كنلبس كما قلت لكم 36 40 على حسب المحل. مي في هذه الحاله في شاين خديت 41 وجاتني هي هذيك. وصافي حبيباتي هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يا ربي يكون عجبكم. الى عجبكم ما تنساوش تخليو لايك والتعليق ديالكم الزوينين كما قلت لكم اللي كيحمسوني كيفرحوني بزاف بزاف. وتهلاو ليا فراسكم حتى نتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله. بوسه كبيره لكم، السلام عليكم.